تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح السعادة مستمعينا، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. دائما أرحب بتواصلكم مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما عندنا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم خبرنا تحت عنوان دراسة تكشف عن 6 مشاعر مختلفة للصراخ. أما فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان الأكل الصحي للأطفال في شهر رمضان المبارك، وبتكون معاي اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وحوارنا بيكون معاها عن الأطعمة الصحية الخاصة للأطفال خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا بنتكلم عن يعني كيف نحن نعود الأطفال على الصيام خلال الشهر الفضيل، وكيف نحميهم أيضا من اندفاعهم دائما على السكريات على وجه التحديد. وأيضا يعني هناك الكثير من الأمور اللي ممكن نحن نستثمر فيها في تعويد الطفل على الغذاء الصحي من خلال شهر رمضان المبارك. بنكمل حديثنا أيضا مستمعينا الأعزاء اليوم عن خدمات هيئة الصحة بدبي، وعندنا أيضا عنوان آخر يخص الأطفال ألا وهو الأطفال والصيام، وبتكون معايا أيضا ضيفة الدكتورة عبر الهاتف الدكتورة نوف عبد الله، أخصائي طب الأطفال بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاها أيضا من جوانب مختلفة عن فئة الأطفال، يعني الفئة اللي يعني هناك بعض الأطفال اللي يحبون يصومون وبعض الآخر ما يحب أن يصوم، كيف يتم التدخل أو تدخل أولياء الأمور بشكل إيجابي في تعويد الأطفال بالصيام، وأيضا يعني متى ممكن الطفل أن يصوم، ومواضيع أخرى تحت هذا العنوان بتكون معايا الدكتورة نوف علي عبد الله. فهاي كلها مواضيعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. دائما نحب أن تواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا دائما ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. ننتظر أخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور، وعليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. أختي أسماء، شو المستجدات اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟
من ضمن الأشياء اللي كانت أو الخبر اللي كان أكثر تفاعلاً يوم أمس أن صح دبي تفتح باب التطعيم للمرضعات والمقبلات على الحمل ومن سبق إصابتهم مرض كوفيد. اللي سبق إصابتهم دائما كنا نقول أخي عبد الله في الإذاعة أن لا جرعة، كنا نتكلم عن الجرعة الثانية اللي يقدرون يأخذون التطعيم عقب 10 أيام. نعم. وحيث أن اللي كانوا مصابين ما كانوا ضمن الفئات ذات الأولوية في أن أخذ اللقاح، كان الجرعة الأولى عقب 3 شهور من الإصابة. لكن الحين هيئة الصحة أعلنت يوم أمس أنه يمكن لمن سبق لهم الإصابة بمرض كوفيد 19 أخذ اللقاح في حال إذا كانت الحالة يعني بسيطة أو أعراض بسيطة أو بدون أعراض وموجودين في العزل الصحي المنزلي، ممكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي 10 أيام. 10 أيام. نعم. الأعراض المتوسطة أو الشديدة للمرض يمكن مراجعة اللي يعني يحتاجون يكونوا هم في المستشفى هوسبيتالايز. يمكن المصاب مراجعة الطبيب المعالج تقييم حالته وتحديد إمكانية أخذ اللقاح في الوقت الحالي. لو ما يطلعون من المستشفى يتواصلون مع دكتورهم يقولون نحن نبغى نأخذ اللقاح، هل تنصحون نأخذه الحين ولا لا؟ فالدكتور اللي يعالجهم في المستشفى يقيم الحالة ويقول لهم متى أفضل وقت إنهم يأخذون اللقاح. للمرضعات هنا في نوعين من اللقاحات اللي يقدرون يأخذونها، اللي هو فايزر بيونتك ولقاح سينوفارم. بس سينوفارم عقب 6 شهور، فايزر بيونتك ممكن يأخذونه في أي وقت بعد الولادة. المقبلات على الحمل شوية بعض الأشخاص كانوا ياسين يعني يسألون هل ممكن الحوامل يأخذونه. حاليا الحوامل ضمن قائمة الفئات المستثناة، لكن المقبلات على الحمل يعني الفكرة أن في قبل كان يقولون لازم تترية 3 شهور عقب الجرعة ما تحمل وهالأمور، لكن التحديث الجديد اللي موجود ننصح جميع النساء بأخذ اللقاح حتى وإن كنا يخططن للحمل خلال هذه الفترة. لا داعي تأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19، لا داعي للقيام بكشف الحمل الروتيني قبل تلقي الجرعة، لا داعي لتجنب أو تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح. حاليا اللقاح الوحيد اللي يقدرون يأخذونه المقبلات على الحمل أو اللي يخططون إنه يحملون هو فايزر بيونتك. تقريبا هاي الابديت الجديد في موضوع التطعيمات. ويمكن للجميع أخذ موعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHAR. أيضا من ضمن الملاحظات اللي لاحظناها أن يعني بعض الأشخاص ما يجون على موعدهم المحدد، يعني إذا كان الموعد مثلا الساعة 3 أو الساعة 2 يعني بين 2 الظهر و9 في الليل وايد فرق، يعني فرق كبير. فننصح الجميع بالالتزام بمواعيدهم، لأن يعني إذا الكل يا في يعني موعده راح تمر العملية بكل سلاسة وما حد بيتأخر. لكن إذا واحد يجي في وقت موعد لشخص آخر، الوقت هو مخصص لهاكي للمتعامل اللي خذ الموعد وانتظر دوره ويا على موعده. لكن لما أنا أجي وأطالب أن أخذ موعد مش موعدي، يعني هذا يسوي شوي يعني واللي ما أخذ موعد شو وضعه؟ فنحن دائما ننصح الأشخاص أنهم يلتزمون بمواعيدهم. وإذا كان حابين أنهم يعني يسوون أي تعديل، إذا كانوا ما يقدرون نحن ننصحهم أنه ما يغيرون، لأن هناك وايد ضغط كبير على المواعيد. فننصحهم بالالتزام بمواعيدهم المحددة مسبقا. وإذا كان في حدث طارئ أو مثلا كانوا ضمن الحجر الصحي أو في العزل الصحي، ممكن يتواصلون مع هيئة الصحة لتعديل الموعد. تقريبا هالأشياء الرئيسية اللي كانت هناك. وايد نصائح كنا حاطينها في شهر رمضان، لكن هذا كان من أكثر الأشياء اللي كان عليها استفسارات وأسئلة. وأيضا نحب نأكد على أن التطعيم في مراكز هيئة الصحة لحامي إقامة دبي والمقيمين في دبي منهم 60 سنة فما فوق وحاملين إقامة إمارة أخرى. هاي تقريبا الأبديت، ونتمنى لكم الصحة والسعادة ويوم أحد وبداية أسبوع أمل مميز إن شاء الله. الله يسلمك أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الأعزاء بعد
ما أخذنا مستجدات من وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا أسماء الجناحي. موضوعنا الآخر بيكون لهذا اليوم مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة عن فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان الأكل الصحي للأطفال في شهر رمضان المبارك، وبتكون معايا عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. قبل لا نطلع الفاصل أحب أذكركم مستمعينا دائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية مستمعين الأعزاء لهذا اليوم وتحت عنوان الأكل الصحي للأطفال في شهر رمضان المبارك. ومثل ما تعرفون بأن يعني شهر رمضان فرصة الحقيقة مهمة لتجمع الأهل حول مائدة الطعام وفي أوقات طبعا منتظمة، سواء يعني وجبة الإفطار أو حتى وجبة السحور. طبعا التحكم أكثر فيما نقدر أن نحن نقدم لأطفالنا من غذاء صحي، ويعني نعودهم أيضا على النمط الصحي، يعتبر هناك كثير من الإجراءات لابد أن يتم أخذها بعين الاعتبار. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء يشرفني أن تكون معايا اليوم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل. أختي سهى صباح الخير والسرور. الله يحييك أستاذة سهى. طبعا أكيد يعني لكم دور حيوي خلال هذا الشهر في تثقيف أفراد المجتمع عن جوانب مختلفة الحقيقة عن الأكل الصحي بشكل عام، ولكن نحن اليوم حديثنا عن الأكل الصحي للأطفال في شهر رمضان المبارك. أستاذة سهى، لو نتحدث بداية عن ما تحتويه مائدة الطعام خلال هذا الشهر من طعام وأيضا من شراب. تمام، زي ما حضرتك تفضلت تماما، شهر رمضان الفضيل هو فرصة فعليا لتغيير وتصحيح العادات الغذائية، خاصة التجمع العائلي في أوقات محددة للطعام إفطار وسحور. طبعا مائدة رمضان ما شاء الله فيها ما تشتهيه الأعين، بتكون من مختلف الأصناف، سواء المقبلات، السمبوسة، الفطائر، الأطباق الرئيسية عندنا الثريد الهريس، عند كشعب إماراتي لازم يكون في الثريد والهريس، بالإضافة إلى طبق مثلا من الرز، إضافة إلى الحلويات المشروبات. يعني الألوان اللي موجودة لحالها بتخلي الإنسان يقبل عليها ويتناولها. لكن أنا عندي أطفال وهاي المائدة مفتوحة، هلا كيف أنا ممكن زي ما حضرتك تفضلت أكسب هذا الشيء وأكسب هذا الشهر في إني أحول لهم هاي العادات، وبنفس الوقت أعود طفلي على الصيام وما يكون عندي للصيام آثار جانبية تنعكس عليه فيما بعد؟ صحيح. الطفل عم بيصوم. تفضل. نعم، أقول يعني ممكن يعني إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الأمور هاي، فممكن أن أيضا يعني خلال 30 يوم ممكن أن الطفل يعني إذا كان هناك إفراط يعني في تناول الأكل يعني اللي دائما فيه سواء يعني الدهون أو السكريات، أكيد يعني ممكن الطفل يوصل إلى مرحلة زيادة الوزن والسمنة، واللي بيدخله يعني بعد في مشاكل صحية أخرى. بكل تأكيد هو ممكن يكون جانبين، في الجانب الطفل اللي بتناول هذه الأشياء بكميات كبيرة وبدون حسبان،
وبتكون الأم محضرتها كلها فيها سكريات عالية فيها دهون عالية ممكن أدي إلى السمنة. ومن جانب تاني بعض الأطفال اللي ما بيتناولوا إلا كميات بسيطة وبيشعروا بالشبع بسرعة ممكن يصير عندهم نقص في الفيتامينات والمعادن وجسمهم ينحل ويضعف في إلى نهاية الشهر مع الصيام. فإحنا لازم تكون الأم مراقبة جيد لأطفالها. أولا تراقب الطفل اللي لسه حديث الصيام كيف إذا بتعب خلال النهار لا يفطر، بعدين خلال وقت الإفطار هذول الأطفال لازم بالحالتين سواء اللي بيتناول كمية كبيرة أو اللي ما بيتناول، كل أم بتعرف طفلها شو طبيعته. قسمي وجبة الإفطار، خليه في البداية ياخد كمية بسيطة ثم يعني زي يبدأ بالتمر، يبدأ خليه لازم الطفل يتعود يأكل التمر، ما في تمر فواكه مجففة، خليه يحصل على السكريات الأساسية اللي جسمه بده إياها مع كوب من اللبن. بعدين يتناول الشوربة، الشوربة يعني 95% من العائلات موجودة على طبق على سفرة رمضان. صحيح. الشوربة بتبل العطش اللي موجود خلال النهار، خاصة اليوم كل عام وانتم بخير المدارس كلها بلشت، يعني الطفل عم بصحى بكير عنده 5 ساعات دراسية مقابل الجهاز أو اللي عم بيروحوا على المدارس، فأنت الطفل هذا معرض للعطش، معرض يبذل مجهود ذهني كمان. فأنا لازم أحرص خلال فترة الإفطار والسحور أني أغذيه تغذية صحية، أعطيها الفواكه المجففة، هاي ممكن الأم بتقدمها حتى كسناك ما بين الفطور والسحور. زي ما حكينا نقسم الإفطار إلى وجبتين، الوجبة الثانية تحتوي على حليب عشان تعطيه كالسيوم، تحتوي على بعض الفواكه المجففة، تحتوي على الشوفان عشان تعطيه بوتاسيوم، تعطيه الفيتامينات والمعادن الضرورية. اعملي فقرة كمان من الفواكه اللي فيها نسبة المي عالية زي البطيخ، زي العنب، البرتقال، هاي بتحصل منها الطفل بيحصل على سوائل تعوض له الجفاف اللي ممكن يصير. بنفس الوقت الأطفال اللي عندهم قابلية للأكل الزايد هاي بتعطيه شعور بالامتلاء، فما بيقبل الطفل على أنه بعدين يلا بدي حلويات بشكل أسرع، بدي هاي الأشياء. حتى العصائر اللي منحضرها مظبوط رمضان له طقوس وعصائر معينة، بس نحاول نخفف من بعض العصائر اللي تحتوي على كثير من الصبغات والسكريات. انت هيك بتدخل سكريات لجسمك لكن ما فيها اي فائده ولا اي قيمه غذائيه. حاول بالتدريج نستبدلها بالعصائر المحضره في المنزل، العصائر الطازجه، عصير الجزر، عصير البرتقال. انت بتصيب زي ما نحكي عصفورين بحجر، منها الطفل اخذ سوائل، منها الطفل اخذ فيتامينات واخذ معادن، فاحنا عوضنا اكثر من شيء بنفس اللحظه. صحيح، بس أهم نقطة ذكرتيها أستاذة سهى أن يعني الجانب التثقيفي لدى يعني الأسرة وبالأخص الأم، يعني مفروض أن يعني تأخذ هاي الأمور بعين الاعتبار اللي هو توزيع الوجبة، يعني وجبة الإفطار أن تكون تدريجية على أساس أن تكون مثل ما ذكرتي نقطة وايد مهمة أن تكون صحية، يعني تبدأها بالتسلسل سواء يعني التمر أو الفواكه المجففة مثل ما ذكرتي، وتدريجيا اللبن والشوربة وما شابه ذلك. بس أكيد هناك يعني أستاذة سهى يعني تحديات، لأن صعب يعني التعامل مع الطفل وبالأخص يعني بعد الأذان والمباشرة في الإفطار، فشو النصائح اللي تحبين توجهينها الحقيقة أن تكون الأم لها بعض المهارات أنها تقدر يعني تسيطر على اندفاع الطفل الحقيقة نحو الأكل هذا، واحتمال يكون يعني أيضا بعض الأكلات اللي موجودة فيها يعني سكريات عالية؟ تمام. هلا احنا لما نشارك طفلنا في اخذ رايه في طبيعيه نوعيه الوجبه اللي بده اياها، وعلى فكره الجيل هذا ما شاء الله عنهم جيل ذكي، يعني احنا لو نوصل لهم المعلومه التغذويه بطريقه مبسطه وتخدم صحتهم، خاصه الاطفال هلا كلهم عارفين ايش المناعه وكوفيد وفيروس كورونا وكيف اتجنب اصيبه، لو انا دخلت استغليت رمضان هذا في اني ادخل هاي المعلومه لطفلي من خلال النهار وحتى لما يقدم على الاكل، وأنا ما أكون أعديت هذه الوجبات وهذه حطيت هاي السكريات على المائدة بشكل كبير، هذا الشيء بوصل المسج اللي أنا بدي إياها. يعني أحكي له أنه هاي تناول السكريات بشكل كبير هذا بضعف عندك جهاز المناعة، بتصير عرضة للإصابة بالأمراض، الأطفال بخافوا على حالهم كمان. صحيح. في المقابل أنا كأم ما بقوم بإعداد الحلويات اللي مليانة سكر أو شيرة
اللي هي القطر يعني بكميات كبيرة. نحضر الحلويات يعني، إلا في ناس لازم تتناول الحلويات، حضري حلويات تكون خلينا نحكي نوعا ما السكر فيها قليل، زي الرز بحليب، الكراميل، يكون فيها برضو نسبة كالسيوم، يعني أنا عم طفلي عم بياخد بعض الفائدة بالمقابل. صحيح. استعير بالعسل بدل مثلا الدب او دبس التمر بدل من السكر المباشر. هلا بالمقابل انا لما حكينا عن التدريج في الافطار مع الطفل، الطفل ما حيقبل على هاي الاشياء بشكل مباشر، خاصه اذا ما انوضعت على السفره. والله تستوي معركه استاذ سهى على السفره. ما هو ضروري الحلويات ما تتواجد على السفرة. نصيحة، خلي الحلويات ما بعد التراويح، خليها ما في شيء اسمه حلويات صحية أستاذ سهى. لا إحنا بنحكي نسبة. لا ما في، مع الحلويات هي حلويات. حلويات. لكن مش ممنوعة، هي مش ممنوعة، لكن الكميات. فهون الأم هون بدها تتحكم في الكمية. هي لما طفلها يبلش بالأكل الصحي من البداية وما تكون الحلويات على السفرة ما رح يقدم عليها. حتى إحنا يعني إحنا الكبار إذا كان مثلا الجيمات موجودة عندي على السفرة ما رح أروح أشرب شوربة، رح أروح أخذ الجيمات، صح ولا لا؟ فأنت لما هاي الأشياء من الأساس وجبة الفطور، الأم هي تلونها بالأشياء الصحية، الطفل ما حيلاقي غيرها الإشي الصحي. حتى حشوات السمبوسة، حشوات الفطاير، خليها تكون أشياء صحية، تكون فيها مثلا مجموعة خضار، تحط له فيها دجاج مثلا، اللحم المفروم، تحاول مرات تشويها شوي، يعني تصير تدخل الأشياء هاي الصحية. الطفل جوعان، الإشي اللي مقابله في البداية هو اللي رح يقبل عليه. أما تحط لي الحلويات وأربع خمس أنواع عصائر كلها صبغات، أكيد أنا واحدة من الناس حروح للإشي الملون اللي أنا عطشانة بدي أشرب أي شيء. فهون فن الأم عاد يكمن، أني أنا ألون سفرتي بالإشي الصحي، أخلي لو لابد بدي أعمل الحلويات خليها لبعدين، خليها لبعد التراويح، لبعد الساعة 9 مثلا. صحيح. لما يجي الطفل خلص أنت أوردي أعطتيه كمان قطعة بطيخ أو أعطتيه سلطة فواكه، حيجي والله أو مثلا اليوم ما حضرت، بيستسلم الطفل، اليوم زعل أو بكرة زعل بعدين بيستسلم. ونحاول كميات، أنا عملت حلو بس هاي هي الكمية الموجودة لكل واحد قطعة صغيرة. صحيح. مع الوقت بتتعود، هي مسألة عادة. هي مسألة عادة مثل ما ذكرت أستاذة سواء. نعم هي مسألة عادة. ونحب أيضا يعني خلال الدقائق المتبقية، عندنا دقيقة، نحب نكمل معك أيضا أستاذة سواء، يعني كيف يتم، كيف يعني تستثمر الأم في تعويد الطفل إلى بعض العادات الغذائية الصحية من خلال شهر رمضان المبارك، على أساس أن مثل ما ذكرت أنت أن يعني مفروض أن نحن نستغل هذا الشهر أن نعود أطفالنا أنهم يعني دائما يلجؤون ويحبون أو يطلبون دائما الأكل الصحي. طبعا هي زي ما ذكرنا، الأم والأب هما القدوة، هما القدوة في شهر رمضان. مثل ما هي عم تتناول هو رح يتناول. أنا بستثمر هذا الشهر في أني أولا أعود طفلي على التدرج في الأكل، التدرج في الطعام، بعود طفلي على أنه ياخذ السلطة، ياخذ الشوربة، ياخذ هذه الأشياء، بشارك طفلي معي في إعداد الوجبة. فأنا هيك عم بعوده وعم بشاركه في إعداد وجبة صحية، وجبة غذائية حيستمتع لما يجي يتناولها. بعود أنه هذه ساعة الإفطار ساعة تلتم فيها الأسرة، فحتى هاي العادات الغذائية بصير الطفل يقبل عليها مع أسرته بالكامل. طقوس رمضان المفروض تكون في أغلب في كل الوجبات، وجود السلطة، وجود الشوربة. صحيح. وجود اللبن أو الزبادي، هذه إشي أساسي المفروض يكون في كل الوجبات في كل الأيام. في ناس بس تتواجد عندها في رمضان، لا خليها عادة وتستمر. الطفل في أطفال ما بيتناولوا التمر نهائيا إلا في رمضان. صح. نهائي. صح. فلا خليه يتناولها، هون دخلي أنت العادات وخليها تستمر لبعد رمضان. وإن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة للجميع ولأطفالنا، والله يعطيهم العافية كل الأمهات إن شاء الله. الله يسلمك أستاذة سهى نوف، الحديث شيق الحقيقة ومعلومات جميلة، وأتمنى إن شاء الله أن الكل يستفيد من هاي المعلومات الجميلة اللي قدمتيها حول موضوع الأكل الصحي وخاصة للأطفال في خلال شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير، وتقبل الله ان شاء الله طاعتك. بخير وصحه وسلامه. اهلا مستمعينا الاعزاء، مثل ما ذكرت الاستاذ سهى نوفل بان يعني دائما هناك بعض المهارات المفروض ان يعني الام تكون يعني تهتم فيها بخصوص موضوع تعويد الطفل ان كيف يتعود ان يتقبل الأغذية الصحية ويبتعد عن الأغذية اللي فيها نسبة الدهون والسكريات عالية. وشهر رمضان المبارك يعتبر شهر ممكن من خلاله ان نحن نستثمر
مثمرة في تعويد أطفالنا على الغذاء الصحي. بنكمل حديثنا اليوم الحقيقة عن الأطفال والصيام. فقرتنا الثانية بتكون أيضا مع الدكتورة نوف علي عبد الله، بتكون عبر الهاتف معنا. دكتورة نوف أخصائي طب الأطفال بهيئة الصحة بدبي، وبيكون حديثنا معها أيضا عن الأطفال والصيام، وبناخذ طبعا الموضوع هذا من جوانب أخرى. خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونكمل حديثنا اليوم عن الأطفال والصيام. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن يصر بعض الأطفال على الصيام، وهناك طبعا بعض الأمور اللي ممكن أو يجب أن تؤخذ يعني بعين الاعتبار بخصوص الطفل اللي يبغي يصوم. ففي بعض الأوقات يعني العمر له دور حيوي على قدرة الطفل على الصيام وحالته طبعا الصحية واستعداده وكثير أمور الحقيقة، يعني على أساس أن حتى هذا الصيام يكون صيام إيجابي في صحة الطفل. بناخذ أكثر تفاصيل مستمعينا حول هذا الموضوع مع ضيفتي الدكتورة نوف علي عبد الله النون، أخصائي طب أطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتورة نوف صباح الخير. نور والسرور، وكل عام وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله. كل عام وانت بخير دكتورة نوف. طبعا اليوم حديثنا عن الأطفال، وطبعا احنا نعرف ان في يعني جزء من الاطفال يحبون الصوم، ولكن في ايضا بعض منهم ما يحب الصوم. فكيف دكتور تنصحين او كيف يتم يعني تدخل الاهل، لانه يعتبر الحقيقه يعني لابد ان الام او الاب يكون عنده بعض المهارات على اساس انه يعني يتعامل مع الطفل بشكل ايجابي بحيث انه يعني يشجعه على الصيام. صح كلامك. دائما احنا نحرص على الاطفال انهم يصومون شهر رمضان عشان نحببهم ونعلم اهميه هاي الفريضه. فدائما النصيحه الاولى دائما نقول للاهل لا نجبر الطفل، يعني اذا هو كان في سن غير انه مجبور او مفروض عليه فتره الصيام، دائما ندرج الطفل للصيام. احنا دائما نركز على ان احنا نعد الطفل جسديا حق الصيام، بس لازم ايضا نعده حتى نفسيا للصيام. صحيح. يعني شو يوم اقول نفسيا للصيام؟ يعني اخبره باهميه الشهر الفضيل، باهميه هاي الفريضه، حتى لو اشجعه يعني اقول حق اقرانه بنفس العمر انهم صاموا، ترى حتى اخوانك صاموا. نشجع الطفل دائما وما نجبر الطفل، لانه جبره على شيء طبعا يعني بخليه في موقف صعب، وممكن يحرض عليه صحته، يعرض عليه صحته انه ممكن ما يتحمل العطش والجلوس خلال هاي الفتره ويتعب. فدائما احنا ما نجبر الطفل ونهيئه نفسيا للبدء بهاي الفريضه الطيبه. نعم دكتوره. طبعا هل الـ يعني الـ احنا ذكرنا في البدايه ان هناك بعض الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار يعني صيام الطفل. طبعا السن له دور، ولكن أيضا الجانب مثل ما ذكرتي دكتورة الجانب النفسي له دور أيضا، وأيضا يعني الجانب الصحي. لو نتكلم في هاي الأمور يعني متى يتم الأخذ بعين الاعتبار على الأمور هاي الثلاثة، سواء يعني العمر أو الجانب النفسي، قبل يتم يعني قرار الأم أو الأب أن الطفل هذا ممكن أن يصوم ويكون يعني صيامه صحي ومفيد؟ بالنسبة للعمر طبعا واحد من العوامل الأساسية لناخذها في عين الاعتبار لما نهيئ الطفل للصيام. ودائما نحن نقول التدليل في الصيام بغض النظر عن أي عامل ثاني، يعني نهيئ الطفل أن أول فترة يصوم عدة ساعات معينة، سواء كان على الأكل يصوم أول شيء ويشرب ماء، وبعدين نزيد له الفترات حسب الشيء اللي يسويه مثلا، بس دائما نهيئ الطفل بشكل تدريجي. العمر بحد ذاته عامل أساسي، يعني مو متوقع الطفل اللي عمره مثلا 7 سنين أو 8 سنين يصوم بشكل متواصل، صح ولا لا؟ يعني لازم نهيئ الطفل. لكن العمر بحد ذاته ممكن الطفل اللي عمره 9 سنين 10 سنين عنده
القدرة إنه يصوم يتحمل فترة الصيام أكثر عن الطفل اللي عمره 5 سنين 6 سنين غير قادر على هالشيء. الشيء الثاني في التهيئة النفسية مثل ما قلت إن نعلمه أهمية هاي الفريضة ومدى حب هالفريضة، ودائما نشجع الطفل إنه ممكن هيئ له وجبة هو يحبها وقت الإفطار نساعده. أيضا كذلك نفتكر للأمراض المزمنة، يعني في بعض اليهال عندهم أمراض صحية ما تسمح لهم إنهم يصومون فترة طويلة في فترة شهر رمضان، أو يأخذون أدوية معينة قد تعرض صحتهم لخطر، يعني الجفاف بحد ذاته ممكن يسوي لهم مشكلة صحية إضافة للحالة الصحية اللي هم فيها. فدائما احنا اصحاب الامراض المزمنه بعيد الشر نستشير طبيبنا الخاص ان اذا هم يقدرون او لا، وناخذ بعين الاعتبار العوامل الثانيه اللي ممكن تاثر على صحه الطفل خلال فتره الصيام. ايضا حتى عامل المناخ، يعني نحن فتره الصيف واذا الطفل يروح المدرسه وعنده انشطه مدرسيه ومثلا يلعب كره وهالاشياء، فدائما احنا ننصح ان ناخذ بعين الاعتبار اذا هو معرض للجفاف ممكن يكون هناك استهلاك لطاقه الطفل، افضل هاليوم ما نخلي الطفل يصوم ونخليه حق ايام ثانيه مثلا. ففي عده عوامل مختلفه لازم ناخذها في عين الاعتبار ونهيئ الطفل قبل ما نعرضه للصيام. نعم، وبالاخص اليوم بعد ايضا دكتور نوف يعني اول يوم عوده الطلبه الى المدارس والصفوف، وطبعا البعض منهم يعني يحضر الحقيقه بعض المدارس، ولكن البعض ايضا الدوام او الدراسه عفوا عن بعد، فكيف يعني تنصحين الحقيقه يعني الأم يعني تنتبه للطفل هذا وتشجع أيضا الطفل بأن يعني أكيد بيكون صائم وأكيد بيكون يعني وجوده يعني خلال ساعات الدراسة عن بعد، فلا بد أن أيضا يتم دعم الطفل هذا بحيث أنه يعني يستمر خلال ساعات الصيام ويكون يعني صيامه أيضا صحي. بالنسبة لفترة الصيام احنا دائما نقول مثل ما قلت انت نشجعه، نقول له ترى بعد يكملون شوي، اذا الطفل ما عنده اعراض يعني اذا الطفل جالس في مكان مرتاح حتى لو يصير المدرسة، لكن مثلا الحين في المدارس الانشطة مثلا هاي متفادين الاطفال الصايمين، فاذا يرجع البيت نتاكد انه هو صحته زينة مو كثير الارهاق ما نحس عليه اعراض الجفاف، ممكن احنا نشجعه لين ما ينتهي وقت الافطار لما يجي وقت الافطار ويفطر يعني. طبعا لكن طبعا هيئة غير التهيئة النفسية احنا ذكرنا ايضا هنا هيئة جسدية، يعني وقت الفطار مثلا شون اكله، فاذا نتكلم عن بعض الوجبات اللي هي تاكلها الطفل خلال فترة الافطار لازم تكون غنية بالبروتينات غنية بالفيتامينات الصحية، يعني تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي ممكن يفقدها الطفل اثناء الصيام خاصة البروتينات، فدائما وجبة الفطور تكون وجبة صحية تعوض عن كل العناصر اللي فقدها خلال فترة الصيام. الشيء الثاني في وقت الفطار نحن في عاداتنا ومجتمعنا دائما نقدم للطفل عصير، او سواء كان البيمتو الحين متوارد على مجتمعنا او فترة الفطار، فدائما نقول يعني لو نعطي 30 ملي 50 ملي لا نكثر، لان كثرة السكريات فترة الفطار ممكن ترهق الطفل خلال فترة الصيام. فدائما احنا نقول حتى العصائر، في ناس يقولون لنا نعطي عصائر المعلبة، ايضا هذه العصائر المعلبة تحتوي على نسبة عالية من السكريات ايضا تفادى. نعم دكتورة، هل هناك يعني احنا ذكرنا في البداية بأن يعني العمر له يعني دور حيوي في موضوع يعني بداية الطفل في الصيام، وأيضا تكلمنا عن قدرته ويعني حالته الصحية، هل هناك دكتورة شروط محددة من ناحية يعني الصحة والقدرة البدنية اللي يجب عليه على 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 الطفل أن يلتزم بها أو أولياء الأمور يعني للسماح للطفل بالصيام؟ ونحن بنتكلم أيضا يمكن في المحور الثاني عن الأطفال اللي عندهم أيضا الأمراض المزمنة. بشكل عام إذا الطفل مثلا عمر 9 سنين و10 سنين نعم. وكان في تهيئة نفسية سابقة للطفل أو جرب أنه يصوم ساعة أو ساعتين خلال فترات النهار وشافوا لأنه عنده القدرة، أنا ما أعتقد في سبب أو مانع أن ما نعرض الطفل لهذه الفريضة الطيبة. لكن نأخذ في عين الاعتبار دائما أن في بعض الأطفال عندهم قدرات أقل عن بعض الأطفال، فإذا لاحظنا الطفل خلال فترة الصيام مثلا لاحظنا أنه عزكم الله البولة أقل أو في جفاف أنه شفافة بيضة أو مرهق جدا، ما في ضرر أن هاليوم خلي الطفل يفطر ثاني يوم رد نهيئة. فدائما احنا نقول نحن نحب اطفالنا نحسن على هاي الفريضه الطيبه، لكن ناخذ في عين الاعتبار مقدره الطفل لطفل تفرق طبعا. صحيح. ايضا الجانب دكتوره نوف المهم اللي الحقيقه نبغي نتكلم فيه
بخصوص الأطفال اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة واللي هم على أدوية يعني بشكل يومي. أنت ذكرتي في بداية الحلقة يعني جانب مهم دكتورة، بأن لابد أن الأم أو الأب يعني قبل بداية الشهر يتأكد أن أخذ طفله للطبيب المعالج، وإذا كان أيضا يعني فريق طبي معالج يتكون من الطبيب المعالج أو أخصائي التغذية أو التثقيف الصحي، على أساس أنه يتأكد أن يعني جميع الجوانب اللي موجودة أو اللي مفروض يعني تكون متوفرة لدى الطفل تكون موجودة، على أساس أنه إذا بيصوم يعني خلال الشهر. فلو نتحدث دكتورة نوف عن الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، هل يسمح لهم أولا بداية يعني بالصيام، وكيف يتم أيضا يعني تنظيم مواعيد الأدوية، لأن تختلف الوجبات يعني من 3 وجبات في الأيام العادية إلى 2 وجبات الفطور والسحور خلال الشهر الكريم؟ إليك نور. بالنسبة للأمراض المزمنة مثل ما أنت ذكرت، إحنا لازم نرجع في النهاية الحالة الصحية مدى استعداد الطفل. يعني في بعض الأدوية ما تسمح للطفل أنه يتعرض للصيام، يعني الجفاف أو عدم الأكل أو ارتباط هاي الأدوية بأخذها وقت الطعام، فما ننصح أن الطفل اللي عنده أمراض مزمنة أنه يصوم بحكم حالته الصحية، إلا إذا كان الطفل يعني مثلا يكون شوي أكبر بالعمر، إذا عمره 12 أو 13 سنة وبعد حالته الصحية مثلا بعد استشارة الطبيب تسمح للصيام، بعد أن هي تدريجية ممكن ما يصوم من بداية شهر رمضان متواصل، بس يصوم بفترات متقطعة لما يتمكن من الصيام وبعدين يصوم الشهر الفضيل. فالنقطة الثانية بالنسبة للأدوية، مثلا في بعض الأطفال عليهم عندهم نوع من السكر الأول ويأخذون إنسولين، فهذه الأطفال بالعادة نحن ما ننصح أنهم يصومون بحكم احتمالية هبوط السكر عندهم أثناء فترة الصيام، فنتفادى الصيام لدى الأطفال لأنهم ما يكون عندهم الوعي التام بما هي أعراض هبوط السكر، فبيك الساعة احنا نعرضهم لا سمح الله لمشكلة صحية ممكن تفاقم لحياتهم، فدائما احنا نتباعد عن هالأطفال اللي عندهم مشاكل صحية أن ما نعرضهم للصيام لما يكون حالتهم الصحية أفضل واستيعابهم وقدرتهم بالتعامل مع الصيام بشكل أفضل. فدائما الأدوية لها دور كبير وفي صحة الطفل، فلا نعرض الطفل إلا إذا بعد استشارة الطبيب وتأكدنا أن هي ما بتأثر على سلامة الطفل خلال فترة الصيام. نعم، وأكيد طبعا دكتورة هناك جوانب أخرى يعني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لو نتحدث معك عن دكتورة اللي يعانون الأطفال من بعض المشاكل الصحية خفيفة طارئة، هل نسمح لهم بالصيام؟ نقطة جدا حلوة، لأن كثير منا نحن يعني حتى الأطفال 12-13 سنة يكون هو صايم فترة الصيام، بس صارت نزلة برد أو لا سمح الله عزكم الله يا سهال أو يا أي نزلة معوية، دائما الطفل لما يكون في حالة مرضية حتى لو فترة بسيطة هاي تعرض الطفل للجفاف، تعرض الطفل لتفاقم حالته الصحية، فدائما ننصح الأهل لما يكون الطفل مريض أو مو بصحته وعافيته إن ما نصومه اليوم، نتفادى الصيام هذا اليوم. ليش؟ لأنه ممكن ما يتحمل وقت الإفطار ممكن يتعب زيادة، الحمى حتى لو هي ارتفاع في حرارة الجسم ممكن الطفل يفقد سوائل، فذيك اليوم أو هاليوم اللي هو الطفل محموم أفضل إن ما نعرض الطفل للصيام. أيضا كذلك في بعض الأطفال فترة مؤقتة لا سمح الله لمرض معين يحتاجون نوع من المضادات، فدائما احنا نقول الأهل يقولون دائما خلي فترة الإفطار فترة السحور، صح ممكن ما يأثر وايد بس أفضل بحكم طبيعة بنية الطفل إنه ما يتحمل، إنه خلي فترة هاي اللي هي حالة صحية مثلا عنده حالة صحية مؤقتة ليه ما تعدي بالسلامة ذيك الساعة نخليه يرد يصوم، بس أفضل إن نتفادى الصيام في هاي الفترة اللي هو الطفل بصحته الكاملة. صحيح، وأيضا طبعا دكتورة يعني دكتورة نوف، دور الأسرة اللي يعني موجودة في البيت من الجانب الدعم النفسي اللي يحتاجه الطفل، وأيضا دور الأم مهم وحيوي، وأيضا يعني تثقيف الأم لابد أن تكون على وعي كامل وعلى دراية كاملة أن كيف تقدر تدير يعني حالة الطفل هذا خلال يعني ساعات الصيام، وتأخذ بعين الاعتبار جميع النقاط اللي ذكرناها نحن اليوم من خلال يعني حديثنا معك، إذا كان الطفل سليم وأيضا إذا كان الطفل يعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة لابد أن أيضا تأخذ بعين الاعتبار كل هالأمور. دكتورة كيف يتم يعني إذا نتكلم عن نعزز صحة الطفل خلال هذا الشهر الفضيل؟
جدا مهم في فترة الإفطار والسحور أن احنا نركز على القيم الغذائية اللي ياخذها الطفل، نعوض اللي فقده خلال فترة الصيام ونعزز احتياجه خلال فترة الفطور والسحور. يعني أركز أن هي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات، يعني وجبة متكاملة فيها بروتين سواء كان لحم دجاج أو بيض، فيها نشويات ترفع السكر بسرعة وتعوض فقدان السعرات الحرارية، يعني مثلا تكون فيها المعكرونة العيش الخبز. أيضا في نفس الفترة نعوضها بشيء مصدر الكالسيوم سواء كان باللبن أو الجبن، أن تكون وجبة متكاملة. طبعا نقلل من تناول الأطعمة المقلية بحكم فترة الإفطار، إحنا كثير ناكل الأكلات فيها مقالية، يعني مثلا الجيمات السمبوسة هاي وأساسية في كل سفرة إماراتية وقت الإفطار. طبعا أحلى شيء بالعافية بالعافية، وإحنا طبعا نحب هالشيء والأهالي يحبونه، يعني كثير صايم طول الوقت، فدائما نقول لا نكثر، يعني نعطي بنسبة جيدة وما نكثر منها، ونعزز أن يأكل وجبة إحذال مثل الوجبة الأساسية نوع من الخضار والفواكه، يعني يأكل سلطة أو حتى لو خضار متكامل إذا ما يحب السلطة، يعني دائما نقول لها لا نجبر، يعني صحيح. هو ما يحب السلطة، ما يحب الطماط، كثير من الأهل ما يحبون الطماط، فخلي يأكل الخس، خلي يأكل الخيار، خلي يأكل إذا يحب مثلا الجزر، يأكل عنصر من عناصر الأساسية في الخضار، مو لازم أنا اللي أنا أحب أفضع لأطفالي. نعطي البروكلي زين، القرنبيط جدا زين، لأن هاي المصادر النباتية وايد أساسية تخليه يفقد، يعني تعوض عن العناصر وفترة الإفطار ما يكون حاس بالعطش. صحيح. طبعا بعد الإفطار نركز نعطي بعض الفواكه ونقلل تناول الحلويات، ووجبة السحور وايد مهمة نأخرها قد ما نقدر لين ما يجي وقت الأذان، ليش؟ أساسا فترة الصيام الطفل يكون يشعر أقل بالجوع والعطش خلال فترة النهار، وما في ضرر ان احنا نكافئ الاطفال، يعني الطفل قدر يصوم فتره كامله لين وقت الافطار، ما في ضرر ان احنا نكافئه بوجبه هو يحبها او حتى مكافاه بسيطه. دائما التشجيع للطفل حافز اساسي انه يستمر في نجاح صيامه خلال فتره شهر الفضيل. بالسلامه. يعطيك العافيه دكتوره نوف على هاي المعلومات الجميله الحقيقه، وحديث شيق عن يعني الاطفال والصيام. الدكتورة نوف علي عبد الله نون، أخصائي طب الأطفال بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة، وكل عام أنت بخير، وتقبل الله إن شاء الله طاعتكم جميعا. أنت صحة سلام، مشكورين على الاستضافة. الله يسلمك دكتورة. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة نوف خلال حديثنا معها، الحقيقة نقطة جوهرية بأن يعني ما حد يقدر، لا الأم ولا الأسرة ولا الأب يقدر يجبر الطفل على الصيام. لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار أول شيء الجانب النفسي لدى الطفل، لابد أن الطفل يعني يعرف أهمية الصوم، وأهمية الصوم يعني إذا صام كيف يستفيد من خلال صيامه للجوانب الصحية، ومن بعدها يعني بالتدريج يتم يعني أعطاء فرصة للصيام، وحسب طبعا مثل ما ذكرنا قدرته وحالته الصحية واستعداده للصوم، على أساس أنه يكون صيامه صحي وإيجابي وخالي من المشاكل. نحب نختم برنامجنا مستمعينا الأعزاء بهاي النصائح. دائما نقول شرب كمية كافية من السوائل على أساس أن نعوض الجسم، ودائما نعوض الجسم طبعا بالسوائل، وأيضا من خلال الخضروات والفواكه الطازجة. دائما نحاول الابتعاد عن الأطعمة اللي فيها الزيوت والسكريات، وطبعا دائما أيضا الابتعاد عن تناول الأكلات اللي فيها نسبة عالية من السكريات، وأيضا الابتعاد أو الإفراط في تناول الكافيين. أخيرا طبعا ننصح دائما بممارسة الرياضة ولمدة نصف ساعة يوميا. مع هاي النصائح مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وكان معاي في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ودائما في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، وأتمنى لكم دائما إن شاء الله يوم موفق وسعيد، وتقبل الله إن شاء الله طاعتكم. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.